في حسين في تعرف المحور الدفاع مثلا بانه المنتخب المصري في 2010 لما احنا كنا منقوصين عدديا امطر شباكنا باربع اهداف كامله في مثل هذه المباريات في 2010 نعم في مثل هذه المباريات انا لا اتفق معك حسين. طرد لاعب من المنتخب المصري انا بالنسبه لي وكاني سجلت هدف لانه حتلعب تقريبا اكثر من 60 دقيقه متفوق عدديا. هذا الامر صح للاسف الشديد نقولها ونكررها للاسف الشديد لم نستغله صح اليوم صح. بالعكس شاهدنا المنتخب المصري يعمل لنا ضغط عالي المنتخب المصري يهددنا في مناطقنا. احيي فقط العوده القويه لنجوم المنتخب الجزائري في اخر دقائق في العشر دقائق الاخيره في العشر دقائق المباراه. وامين تكلم شيء تكلم شيء صحيح 100% تكلم على الانتشار. انتشار لاعبي فريق المنتخب المصري كان انتشار جيد لأنه وش نتكلم آمين جودة لاعبين المنتخب المصري جودة في مستوى جد نعم. عالي محمد أنا ما نيش نقص من إمكانيات المنتخب المصري نعم. المنتخب المصري قدم مباراة نعم. كبيرة كانت هذا محمد أنا بالنسبة لي الرابح الأكبر هو نعم. المنتخب الجزائري والمنتخب المصري كان تنافس كبير يعني داروا مباراة نعم. تحضيرية في مستوى جد نعم. عالي. باقي 5 أو 10 دقائق المنتخب المصري بعشر لاعبين كان يجب أن تكون هذه الصحوة مباشرة بعد الطرد الحكم للاعب المصري 10-11 كان يجب علينا أن نستغل الفرصة. ولكن رغم كل هذا نقول بأنه كانت فيه إيجابيات. ردة الفعل كانت مميزة في آخر الدقائق كنا نستطيع أن نسجل حتى هدفين. بداية المباراة كانت موفقة للجزائر لا ندري ماذا حدث لنا أثناء اللقاء خاصة بعد الطرد. هذا الأمر الذي نحاول أن نفهمه مع محللين. قبل أن أمر إليك عودية أريد أن أستمع لحمدي شجيع كنت تريد أن تقول شيئا قبل الفاصل. كابتن حسين بيقول اللي هو الأداء ما بين المنتخبين المصري والجزائري كان يعني شبه متكافئ نعم. صح نعم. وانا اختلف معه ده تماما على الاطلاق صحيح انا قلت مش كنت اطمح ان اداء المنتخب المصري يكون اكثر من ذلك كان يستغل انه فكره ان المدرب المصري استطاع ان يتدارك الامر بعد طرد محمد هاني وان يرتب لاعبيه بشكل جيد للاستمرار في هذه المباراه. بينما يعني ازعم انه في الجانب الجزائري لم يستغل هذه الفرصه بطرد لاعب في دقيقه مبكره من هذه المباراه. لا استطيع هنا الحديث عن رده فعل. انتم بتقولوا في رد فعل حصل ولكن في الدقيقه 90 ده مش رد فعل. رد فعل بعد دقيقه بعد 60 دقيقه يعني طرد كان في دقيقه 27 وده كان في دقيقه 3 من الوقت الضايع يعني بعد دقيقه 90 ده مش رد فعل ده ماذا يعني كانت في 10 دقائق حمدي 10 دقائق يحدث الكثير في مباراه كره قدم. رد فعل حصل شيء حصل طرد فيعني في خلال الدقائق اللي استغلت الفرصه بعدها دقائق مباشره كنا رد فعل متاخر حمدي جدا جدا يعني ماذا لو مرت بعض هذه الدقائق او لم يحقق سليماني الذي قلت ان هذا الهدف او هذا التعادل يحسب لسليماني بشخصه كانت انتهت المباراه في كره قدم. الطرد ليس علوم دقيقه انك الفريق اللي يطرد من عنده لاعب ان الفريق الاخر راح يضغط عليه ويسجل عده اهداف. كره القدم لما تكون لاعب احنا كنا لاعبين في بعض الاحيان فريق يلعب بنقص العددي ويفوز في المباراه. خليني اكمل تفضل نقصده. انا قلت يا اخي في البدايه انا كنت متوازن قلت المنتخب الجزائري لم اتفق مع محمد لامين ان هو كان يعني في الحضيض ولا اتفق مع كابتن حسين انه كان كان في التكافؤ مع المنتخب المصري لا على الاطلاق. كان المنتخب المصري رغم لعبه 10 لاعبين منذ الدقيقة 27 كان الأكثر خطورة أقول وكان أكثر ترتيبا لأوراقه منذ طرد اللاعب محمد هاني. كذلك حتى بعد تسجيل الهدف لن أحسب الفرص الضائعة هدف محمد صلاح أو هدف الأوفسايد. كل مباراة يحدث فيها ذلك هذه الفرص الضائعة لا تحتسب عليها موازين القوة ما بين المباراتين. في الآخر أنا زي ما قلت في الأول هذا التعادل يحسب في الآخر للمنتخب المصري الذي استطاع أن يتعادل ويستمر هذه المباراة وفق من الدقيقة 27 بعشر لاعبين فقط. اسمح لي يا حسين هذه لقطة خطيرة للمنتخب المصري من المرموش 91 من المرموش لما كانت نتيجة 1-0 للمصريين كادوا أن يسجلوا الهدف الثاني من خلال هذه اللقطة. أنا سأعود إليك حسين ولكن أريد أن أفهم مع عودية ماذا حدث لنا بعد الطرد. يعني كنا ننتظر أن نشاهد منتخب الجزائر يتقدم أكثر يسيطر أكثر يخلق فرص أكثر ولكن العكس هو الذي حدث. شاهدنا تحولات مصرية سريعة هجمات مرتدة يعني منذ قليل سيد المخرج لو تكرمت تعيد لنا لقطة الدقيقة 45 عندما أنقذها بن سبعيني وأخرج الكرة التي كانت متوجهة إلى الشباك.
يعني ساعدنا على أن نفهم ماذا الذي حدث. الذي كان يجب أن يقوم به المنتخب الجزائري هو إرغام المنتخب المصري إلى الركون إلى الوراء، وهذا لم يكن بتاتا، لأن المنتخب الجزائري لم يفرض منطقه، سواء في التدرج السليم والسلاسة في وسط الميدان. لم نجد وسط ميدان. شو التحول السريع هنا؟ علق لي على هذه اللقطة، عاود رجعها لي. المنتخب المصري، المنتخب المصري يلعب على التحولات. منتخب منذ الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة فرض منطقه في إفريقيا ونائب بطل إفريقيا بالتحولات، لأنه يمتلك كل من مرموش، يمتلك كل من زيزو، محمد صلاح الذي تعتبر سرعته سرعة لا مثيل لها في القارة الإفريقية، تريزيغي سواء بدنيا أو حتى تقنيا أو حتى القذف من بعيد، ونراه أنه له صلة وانسجام كبير جيد في وسط الملعب، له انسجام كبير مع محمد صلاح، في هناك انسجام بين اللاعبين. هذا ما لم نراه في المنتخب الجزائري. ثانيا أريد فقط معرفة أن المنتخب الجزائري هل نحن فعلا منتخب بإمكانه أن يستحوذ؟ ولما تستحوذ يجب عليك نقل الكرة سريعا لإرغام المنتخب المصري إلى الركون إلى الوراء، وبعدها إيجاد الثغرات ونلعب على نقاط قوتنا. نقاط قوتنا هي السرعة في التمرير، لما تسرع في التمرير هذا يخلق ثغرات في وسط الدفاع المنتخب المصري، ونبحث على الواحد ضد واحد. قوتنا تكمن في ماذا؟ جودة رياض محرز وبن رحمة أيضا. أودي أريد أن أسألك، يعني بعد خمس سنوات كاملة من وصول المدرب جمال بن ماضي على رأس المنتخب الوطني، أريد إجابة صريحة وواضحة، هل نحن منتخب استحواذ أم منتخب تحولات ومرتدات؟ حتى جمال بالماضي ليس بإمكانه أن يرد على هذا السؤال. هو أحسن الذي يمكنه، لأننا فزنا بتحولات في كأس إفريقيا 2019 فزنا بكأس، نجحنا في الفوز ضد المنتخب السنغالي بتحولات، تحولات سريعة. فلهذا إذن نحن منتخب تحولات ومرتدات. على ما أظن أن جمال بالماضي يريد حقا أن نستحوذ. خرجنا من كأس إفريقيا سنة ما قبل الماضية لأننا أردنا أن نستحوذ على الكرة ضد منتخب سيراليوني وضد المنتخب الغيني. أردنا أيضا، تعنتنا وأردنا أيضا الاستحواذ، رأينا في آخر دقيقة المنتخب الغيني سجل علينا هدف وخرجنا من الكأس. مع ألي لوزيتش كنا منتخب استحواذ، مع غوركيف كنا منتخب استحواذ. محمد مع فايدا لوزيتش 2010-2014 كنت موجود في كل مباريات المنتخب الوطني. خرجنا من كأس إفريقيا 2013 لأن فايدالي لوزيتش قمنا ضد منتخب التونسي ب 690 تمريرة ولم نفوز، خسرنا 1-0. فايدالي لوزيتش لما رجعنا في 2013 أول اجتماع قام به في سيدي موسى قال أنا الآن الاستحواذ سوف أرميه في حشاكم حش السماء في المزبلة، وأريد الآن أن أبني فريق يلعب على التحول. وفزنا، تأهلنا إلى كأس العالم وذهبنا في لو رأيت المنتخب الجزائري في كأس العالم 2014 كل أهدافنا كانت بالتحول. هل يمكن تلخيص ما حدث اليوم أن المنتخب الجزائري حاول أن يستحوذ، حاول أن يبني ولكنه لم يستطع؟ لأنه المنتخب الجزائري هل لديه فعلا الجودة اللازمة؟ يوجد رياض محرز وبدرجة أقل إسلام سليماني، لأنه يمكن أن يثبت أي دفاع في إفريقيا. لما يكون عندك، لما كان عندك يوسف بالليلي ورياض محرز وإسلام سليماني أو بونجاح أكثر تقنيا من إسلام، ولو أنه إسلام فيه فروقات بين اللاعبين ليس نفس البروفايل، ولكن بالليلي لما تستحوذ على الكرة لازم تكون عندك جودة على الأطراف في الممرات الداخلية والممرات الجانبية، ولازم يكون عندك وسط ارتكاز مثل ما كان عندنا قديورة وكان عندنا فغولي في أوج عطائه. الآن المنتخب الجزائري ممكن أنه الوسط ميدان المنتخب الجزائري يجب علينا عودة بالناصر، مهمة جدا، لأنه جميع لاعبين بنفس البروفايلات، جميع لاعبين المنتخب الوطني بالناصر ليس لنا جودة من جودة بالناصر. فلهذا يصر جمال بالماضي على رجع بالناصر حتى وإن لم يكن في أوجاعه. نعم، وبالمناسبة بالناصر عاد اليوم إلى تدريبات الميلان قبل أسبوعين عن الموعد المحدد. عودة بالناصر إلى المنتخب الوطني مفيدة جدا، لأنه مثل ما قال عودية لاعب متكامل يعطيك الحلول في الكرات القصيرة، في عملية كسر الخطوط، في المراوغة في الواحد ضد واحد، تسديد من بعيد أيضا، تسديد من بعيد، لاعب متكامل على جميع الأصعدة. حسين تدافع عن أداء المنتخب اليوم وتستميت في الدفاع عنه، لماذا وما هي أسبابك؟ هناك نقطة جد مهمة محمد بالنسبة للمنتخب الوطني.
لازم نفهموا المشاهد الكريم محمد. وهنا رانا في بلاطو يعني نتكلموا نعم. لازم يعني ندافع على الأفكار اللي راني نشوف فيها محمد. صحيح. المنتخب الوطني محمد، الناخب الوطني يحاول تشبيب المنتخب. نعرفوا أن المنتخب الوطني جاز عبر عدة أزمات، أزمات أن اللاعبين ليس موجودين. شفنا إصابة بن ناصر، شفنا ذهاب فاغولي، عودة فاغولي بعد عام، شايبي لاعب جديد، العروسي لاعب جديد، بن رحمة ليس لاعب لي يلعب بكثرة. هنا نشوفه محمد ما كاش تناسق كبير، ما كاش كويزيون كبيرة بين لاعبي المنتخب الجزائري. لو تروح تشوف المنتخب المصري، أنني صلاح، تريزيجي، زيدان، زيزو، زيزو. هادو لاعبين كلهم محمد عندهم الانسجام وعندهم طريقة اللعب الخاصة بهم وعندهم تفاهم كبير. نعم. المنتخب أنا راني فرحان بهذه النتيجة لأن نعم. محمد أنا مانيش ندافع باش ندافع محمد راني فرحان بهذه النتيجة لأن نتيجة 1-1 أنك في الكلاسمو محمد في الترتيب فيفا ما خسرتش، درت تعادل أمام منتخب المصري. هذا من ناحية فرحان بالتعادل، فرحان بالتعادل مع 10 لاعبين في الدقيقة 90 يا راجل فرح إيده أنت بتهزر. فرحان لأن المنتخب الجزائري الناخب الوطني راهو يشبب في المنتخب. يا كابتن حسين اللي تبتقوله ده أنا بعتبره استخفاف بقيمة المنتخب الجزائري. لا أصلاً لا لا المنتخب الجزائري لا ليس بالتعادل مع المنتخب المصري، منتخب قوي جدا، ولكن مش بفرحة، بالتعقول راضي، فرحان بالتعادل مع فريق بيلعب 10 من الدقيقة 27 في الدقيقة 93. حتى المنتخب المصري المقابلة اللي فاتت فاز 1-0 بصعوبة، حتى المنتخب المصري ما راهوش يقدم في أداء كبير. ما طلعش واحد قال له احنا فرحانين احنا فزنا 1-0 بصعوبة، لكن انت فرحان بالتعادل. انا فرحان لان عندنا لاعبين شباب، احنا عندنا شايبي صغير، عندنا يا راجل دلولا سليماني ما كنتش سلكته منها النهارده زي ما بتقول. سليماني لاعب مهم في التشكيله، لازم يكون تجانس بين اللاعبين، لازم يكونوا لاعبين ذوي خبره، لازم يكونوا لاعبين شباب. والله انا كمصري انا سعيد ان انت كجزائري فرحان بان انت تعادلت مع المنتخب المصري في الدقيقه 93 واحنا بنلعب 10 مع شبان المنتخب الجزائري.